طيب خلينا برضو نروح نشوف كابتن بدر رجب، كابتن بدر رجب ودوره مع تريزيجيه، نشوف كابتن بدر رجب قال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم على ابن من ابنائي اللي مشرفني ورفع راس مصر في بلاد الانجليز في انجلترا، الا وهو اللاعب تريزيجيه. تريزيجيه من اللعيبه المخلصين جدا في تدريباته، يمكن هو بدايته كان معانا في مدرسه الكوره وهو صغير. تريزيجيه اختباراته حتى لما جه يختبر كان حظه وحش جدا، اختبر مع ناس اكبر منه وانا اديته الفرصه دي، وفعلا اثبت ان هو يستاهل في سن اكبر واخترته. وبعد كده راح ما رجعش تاني كفر الشيخ، كان عنده اصابه في رجله الحاليه في البلد، وبعد كده حصل ان هو رجعنا تاني عملت له اختبارات تاني، والحمد لله حطيناه في اكاديميه النادي الاهلي الداخليه في الاستراحه، والولد ابتدى يتعامل مع بيئات كتير مختلفه ولعيب كويس قوي 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 في التدريبات وفي المباريات، وبالتالي ابتدى يتدرج في النادي الاهلي الى ان وصل في الدرجه الاولى. تريزيجيه اول ما لعب في الفريق الاول لعب في اخد الفندر، انا نزلت اجازه كنت في الامارات نزلت اجازه، فكلمت الكابتن حسام البدري وكان الكابتن هادي خشبي موجود، قلت له ان تريزيجيه من الاسم كده ده راجل هداف، كان هداف في قطاع الناشئين عندنا في مدرسه الكوره، وابتدى يغيروا مكانه بعديها بسنه واحده. تريزيجيه احترف في اوروبا، وقلت من صغره انه ده لاعب محترف مش هو بس، في كذا لعيب قلت عليهم بالاسم يعني، والحمد لله تريزيجيه دلوقتي مشرف مصر ومشرف النادي الاهلي. كلام جميل طبعا من كابتن بدر، كمان اعتقد ان هو اللي سماك تريزيجيه ولا لا؟ كابتن بدر رجب طبعا ما فيش لاعب في مصر وصل لمكانه كويسه مش طالع تحت ايده. كابتن بدر مطلع اجيال كتير جدا، كابتن بدر زي ما قلت لك كابتن اسلام من واحنا صغيرين وهو زارع في اللعيبه كلها، يعني النادي الاهلي. كابتن بدر انا رحت اول مره اختبارات، رحت مع الفريق الاكبر مني ولعبت اول 10 دقائق، قال لي انت تيجي فاضل لك اختبار وهتتقعد في النادي. انا رحت زي اي طفل صغير بلعب في الشارع اتعورت. بقيت لهم بعد فتره بعد 8 9 شهور ده اللي اتكلم عليه. رحت لهم بقول له كابتن انا مش فاكرك. قال لي انت كان عندك ميعاد ما جيتش، قلت له والله حصل كذا كذا، قال لي انت هنا في نادي الاهلي وفي حد بيلعب في نادي الاهلي انزل العب في الشارع. المهم قعدت بسبب الغلطه ديت قعدت سنه كامله اختبارات، سنه كامله بروح واجي وكل يوم. كام سنه؟ اخويا ياخدني، كان عندي 9 سنين. لسه صغير خالص. اخويا ياخدني يومين واخويا الثاني ياخدني يوم، واختي تاخدني، اختي تسيب جامعتها وتاخدني توديني ورايح جاي كل يوم. الموضوع كان صعب جدا. لدرجه ان في اوقات يعني انا كان بخلص تمرين الساعه 4 وعندي تمرين ثاني يوم الساعه 9 الصبح، كنت يا دوبك بروح انام ساعتين في البيت ترجع، لان انا كان في ناس زمايلي ممكن ياخدوني عندهم في البيت، يقعدوني عندهم، بس كانوا ما حدش كان بياخدني عنده، فانا كنت بضطر ان انا اروح ارجع انام الساعتين وارجع ارجع. دي كفر الشيخ يا جماعه، ارجع كفر الشيخ سفر. ترجع كفر الشيخ، كفر الشيخ 3 ساعات ونص رايح 3 ونص ارجع، انام لي ساعتين ثلاثه واكل اكله وانام واخواتي يبدلوا مع بعض عشان ارجع تاني. فلحد ما ربنا كرمني كل الطريق اللي انا مشيته ده، فانت بتشوفه دلوقتي. انت بتشوفه دلوقتي تعبك كله، ربنا بيقول لك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فانت تعبك هتشوفه سواء دلوقتي او قدام هتشوفه.